هذا سائل يقول: لدي أرض أتتني منحة من الدولة، فبعت هذه الأرض لكي أشتري منزلا لي ولأسرتي، فوضعت مبلغ هذه الأرض في البنك وقد مضى عليه 3 سنوات، لأنني لم أستطع شراء المنزل لارتفاع أسعار العقار، فهل على المبلغ الذي أودعته في البنك زكاة، حيث إنني دفعت زكاة سنة واحدة فقط وما زلت مدخرا هذا المبلغ لشراء المنزل؟ ولكم جزيل الشكر. ما دام هذا المبلغ ثابت في البنك ولم يتصرف فيه فإنه كنز تجب فيه الزكاة كل ما حال عليه الحول، وما دام مضى عليه 3 سنوات فعليه أن يزكي، يخرج زكاة 3 سنوات ربع العشر منه لكل سنة 2.5%. نعم، أحسن الله إليكم.